طيب دلوقتي بقى هنبدأ ونقول أخبارنا، هنتكلم عن علاء الدين. مش مصباح علاء الدين، لا، علاء الدين هو شاب مصري الحقيقة مشهور باسم علاء مترو. الحقيقة علاء مترو من كتر ما هو بيحب مترو الأنفاق عمل تعديلات كتير جدا على جسم جهاز مترو الأنفاق، واتنفذت في ورش ترى البلد تحت طبعا إشراف مهندسين الهيئة. كان عمره وقتها تقريبا 15 سنة. عايز أقول لكم رقم، يعني هو صغير جدا زي ما انتم شايفين كده قدام حضراتكم الصورة. علاء عنده خبرة كبيرة جدا الحقيقة في صيانة عربيات المترو، رغم ان هو لسه يدوب محصلش ال 20 سنة. علاء موهوب، علاء عنده موهبة كبيرة جدا، بنتمنى انه يا رب من كل المسؤولين في بلدنا ان هم يهتموا بيها. ويمكن دي كانت رسالة والدة علاء المحامية سلوى الطاهر اللي بعتتها لفريق اعداد برنامج عسل ابيض، واحنا طبعا بنضم صوتنا لصوت يعني استاذة سلوى والدة علاء، ان احنا عندنا يا سارة ناس كتير مبدعين الحقيقة عندنا هنا في مصر، محتاجين بس اللي يرعاهم. يعني عنده حاجات كتير حلوة، انا بتمنى من مسؤولين البلد ان هم يشوفوا هذا الاختراع المحترم. يعني 15 سنة وبيطلع منه حاجة زي دي، اعتقد انه ممكن في خلال وقت قريب جدا يبقى حد من الرواد وشيء جميل نفتخر بيه في مصر، فليه ما يبقاش عندنا اللي بيشاور على المواهب دي او على الاطفال اللي عندهم نوع من انواع العبقرية او الفهم لحاجة معينة او التدخل في شيء ممكن يفيدنا بعد كده، ليه ما نقفش جنبه؟ عندنا كان امثله كتير قوي بقى، مش عايزين نتكلم ارجوك، ولو عندنا حاجات زي كده كويسه نقف جنبها، بلاش يعني بلاش نخلي الدول الاخرى هي اللي تحتضن علمائنا واطبائنا. انت عارفه ان احنا وكوادرنا. عندنا بجد اطفال، يعني 15 سنه ده يعتبر برضو طفل، يعني مش حد كبير، بس فعلا عندنا اطفال. انا بشوف عند ابني في المدرسه يا جماعه اطفال كتير جدا عندهم ما شاء الله حاجات حلوه جدا، حاجات حلوه جدا. الاهل ده دور، في دور للاهل ودور للدوله. اتمنى ان الاهل طبعا بيقوموا بواجبهم، اتمنى كمان ان الدوله كمان تعمل اللي عليها. والمدرسه مهمه جدا 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 في اكتشاف الموهبه دي وترعاها لحد ما توصل للجامعه، ثم بعد كده تبدا الدوله ان هي ترعاها.